عليك فهامة ونجامة وتوصل لي مبرة ومخلة. دخلت في مجمع القطاع الفلاحي والصيد البحري السنديان بولاد سالم منذ 3 سنين، منطقة زويرة اللي فيها ثروات غابية متعددة، من بين الثروات هذه زيت القاذوم وعندنا ثروات أخرى. بعث هذا المجمع سنة 1 مارس 2006 للتدخل في عدد الأنشطة بالمنطقة. من أهم الأنشطة هذه نذكر منها النشاط الغابي اللي متمثل حديثا هو في كيفية استخراج زيت القاذوم. زيت القاذوم نستخرجه هذا فيه منافع كبيرة، المنافع هذه تتمثل في كونه يبرج جروح عن طريق الدهن به، وكذلك يقتل الخلايا السرطانية ومعص المعدة من خلال انخراطنا في المجمع. وعن طريق التعاون الألماني وفرنا عدة معدات، المعدات اللي وفرتهم التعاون الألماني هي روايور اللي نرحوا بها وآلة البريس نستخرجوا منها الزيت. الزيت هذايا بعد ما نستخرجوه نعبيوه في قوارير اللي من بعديك يتم تسويقها. قاع تدخل التعاون الألماني اللي بعث لنا مكونة باش تكون لنا هالمنخرطات هضمة اللي متمثلين في 6 من النساء وزوز من الرجال، وكيفية استخراج الزيوت هذية. المعدات هذه ساعدتنا برشا باش ننتجوا كمية كبيرة من الزيوت. مثال قبل في الطريقة التقليدية كنوا ننتجوا على 100 كيلو من القاذوم 7 لتر من الزيت، ولكن بهذه المعدات وبهذه الطريقة العصرية نستخرج 100 من 100 كيلو من القاذوم 12 لتر من الزيت. وصلنا احنا نعمل منصه تشاركيه بين المجامع اللي موجوده على منطقه نفزه وفي نفس النشاط اللي نتعاطوه بفضل التعاون الالماني ووزاره الفلاحه للتدخل في كيفية تثمين الموارد الغابية الغير خشبية اللي باش تساعد المنصة التشاركية في تثمين المنتوج متاعنا على الصعيد الوطني والعالمي. بحكم أنا ننتمي للمنطقة هذه الغنية بالثروات الطبيعية الغابية الطبيعية الغير خشبية، طموحنا هو تحصلوا على معدات نجموا نستخرجوا بها الثروات الموجودة ونستغلوها باش نطوروا المنتوج نتاعنا.